طلعت فرحه وفته ولحمه في الشرقيه. عشان كده النهارده نزلنا بالبيت ونعرف قصه اللحمه الجملي. يلا بينا نبدا الرحله. هتقولي انضف حته لحمه هقول لك عند الحاج ابراهيم، هتقولي ليه البيت مشهوره باللحمه الجملي هقول لك عشان فيها احلى حته لحمه، والدليل معانا عند الحاج ابراهيم. بس حاج ابراهيم ابو محجور هو ملك اللحمه الجملي في البلد، والدليل معانا على ارض الواقع انضف حته لحمه موجوده في البيت. تعالوا بقى معانا نتكلم على الحاج ابراهيم ومعلمه. كلمني بقى عن لحمه الجملي بصفه عامه كده. من نعمة ربنا حاجة تمام يعني الحمد لله. حاجة تانية غير العسل؟ ليه دايما بلبيس مشهورة باللحمة الجملي؟ لا من العمر. بقالها قد إيه مثلا؟ لا العمر العمر العمر. حضرتك متوارث الموضوع الجزارة أبا عن جد؟ أه يا بيه. أه. متوارثها. عايزة أعرف بقى أحسن حتة لحمة في الجمل ممكن أشتريها هي إيه؟ المفروض فين يا أحمد أبو عريس؟ ما فيش حاجة محددة، كل الطيب بيبقى كله حلو. ماشي. يعني أي حاجة حلوة بتبقى كل ما فيها حلو. على حسب طلب الزبون يعني. أه طبعًا. أنا لما قالوا لي إن الجزارة دي مهنة الشطار، جبت الشاطور والقرمة وعملت أنا يا بقعة الدم يا حمرة يا مشرفة طول. أحسن حتة لحمة في الجمل ممكن نشتريها هي إيه؟ هي كل نعمة ربنا حلوة، بس في لسان لوح ناعم، في لزقة لوح، في ريشة سن، في بيت كلوة، على حسب اللي بياكل. اللي بياكل عايز أحمر ناعم فيه، اللي بياكل عايز ملبس موجود، عرق فليتو موجود، موزة موجودة. المسميات بتاعت قطع اللحمة اللي موجودة في الجمل هي نفس مسميات العجل؟ اه طب اه اه يعني بتختلف؟ في أسامي تختلف بس قليل يعني. زي ايه مثلا؟ يعني بيت الكلوه الجملي بيتقال عليه في العجل انتر كوت. واللحمه الناعمه دي بيقولوا عليها ايه في سواء في الجمل او في العجل؟ جملي، ما انا بقول لك ريشه سن، لسان لوح، لزقه لوح، لوح، بيت كلوه، موزه، حته اسمها الفتيل، في حتت كتير ناعمه بس على حسب اللي بياكل. يعني انت بتاكل غيرك بياكل ملبس وسميك، على حسب الاكل، على حسب اللي بياكل. عايزينك تحكي لنا بقى مسيرتك في الجزاره. هل انت متوارثها ابا عن جد ولا ايه؟ ابا عن جد، سيد 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 جزار، مش انا بس ولا ابويا بس، لا ابويا وابو ابويا وكلنا جزارين. كل سنه وحضرتك طيب يا ابو عبد الله. حضرتك طيب. ممكن بقى تكلمنا عن اللحمه الجملي هنا في بلبيس؟ اللحمه الجملي اولا نمر، بمعنى مش اي اعود ان هو يتاكل منه لحم، تمام؟ لازم اعود بلدي، مغربي، صنف، صعيدي. في بهائم كتير في السوق منه الجلب والسوداني والليبي، دي لحمه اللي هي بوعها ب 250 عشان الزبون يبقى عارف، تمام؟ انما البهائم اللي احنا بنجيبها بهائم بلدي طبعا معروفه، ومعروفه بتيجي منين، ومفيش اي حد في الشارع الجديد يقدر يوقف عود قدامه يجيبه يوقفه قدام الدكان زينا. يعني خلي اي حد من اللي بيبيع ب 250 ده يجيب البيان بتاعته يوقفها قدام الدكان. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ بشف اللحم الجملي. بتشفيها ازاي؟ قول لنا الخطوات. بنمشي على الفصوص، على بياض والنظافه. انا شايفه ان انتوا بتحطوا على اللحمه قماش. ده ايه؟ عشان الجو. بننظف كل مثلا واحنا بنشف عرق دم بيقطع بيغرق الريشه دم عشان ما تسمرش، بننظف بالبطانه. النظافة يعني اللحم بنيجي نحط على البطان على اللحم الهواء بيبقى يعني عافي وبتاع عشان اللحمة ما اسمرش وكده، اهوت لازم نغطيه. النظافة يعني مطلوبة. شايف ان كل مثلا ربع ساعة بتبلوا القماش تاني؟ اه، ما هو لازم نغسلها على طول ونحطها على اللحم على طول، نحافظ على بتاع الناس. بقالك كام سنة شغال بقى في مهنة الجزار؟ من وانا عندي 9 سنين.
زي ما حضراتكم كنتم متابعين معانا، احنا النهارده كنا في مدينه بلبيس علشان نتعرف على انضف حته لحمه في اللحمه الجملي عند الحاج ابراهيم محبوب والمعلم احمد. كل سنه وحضراتكم طيبين، وعيد اضحى سعيد عليكم، مع السلامه.